استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، حيث اطلع سموه رعاه الله على آخر ما توصلت إليه مشاورات الأطراف اليمنية بشأن الحل السياسي حول النزاع الدائري في جمهورية اليمن الشقيق ومحاولة إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية وصولا للحل التوافقي الذي يحقق الأمن والاستقرار للبلد الشقيق، مقدرا معاليه حرص دولة الكويت على مواصلة هذه المشاورات وصولا إلى السلام المنشود، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا وقد منح سموه رعاه الله معالي الأمين العام للأمم المتحدة وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة، تقديرا لجهوده الكبيرة المبذولة والمميزة في مجال العمل السياسي والخدمات الجليلة التي قدمها سعيا إلى نشر السلام الدولي. حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح. يقدم للسكرتير العام هذا الوسام. This decoration لما خدم. For the role which you have played, you served during all this long time. You have served the international peace and security in the world. Therefore, I hope that all the best in your future course. We will really ask Almighty God to keep you in good health. Your Highness, it's an extraordinary honor for me to be recognized by this decoration. It's totally unexpected. I humbly accept this. You deserve it, really, Mr. Secretary. Thank you.